عاجل من الحانة المحويد تواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة، وهناك أنباء عن فيضانات وانهيارات أرضية وسيول جارفة قطعت الطرقات وجرفت المزارع وانهارت المباني، وانفجار للسدود خلفت المزيد من الضحايا والمفقودين والبعض تحت الأنقاض. هذا وما زالت الأمطار مستمرة في منطقة ملحانة المحويد. نسأل الله السلامة للجميع. يا وانا الله يبز.